بتاعت المهدية واحد هي في محافظة المهدية التي تعاني نوعا ما من التهميش نحو الشباب، وكذلك هناك العديد من المشاكل التي تواجه فئة الشباب، خاصة وأن الإذاعة تعمل على الفئة العمرية بين 18 إلى 30 سنة. هناك العديد من الإشكاليات التي يواجهها الشباب فيما يخص البطالة، وكذلك هناك مجموعة من المتطرفين التي تحاول أن تستقطب فئة الشباب، فمن خلال الإذاعة نحاول توفير فضاء للحوار لهم من خلال تدريبهم. فقد قمنا من بداية من سنة 2015 بتدريب 250 شخص في مرحلة ثانية، يقوموا بتدريب مباشر ومدني داخل الإذاعة. في الخمس سنوات القادمة نطمح إلى أن يكون الراديو في مجال بث أكثر، ونكسب كذلك ثقة متابعينا من خلال التواجد بكل منصات التواصل الاجتماعي وتحسين طريقة التواصل معهم، وكذلك نطمح إلى الحصول على ترخيص ليمكننا من البث على كامل ولاية المهدية على موجة الـ FM.